أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: بعد الانتهاء من صلاة الفجر يقوم أحد المصلين بالتسابيح والتهاليل، يقصد التسبيح والتهليل والله أعلم، بصوت عال، ويقرأ أول آية من سورة الإخلاص بصوت عال، ثم يكملها في سره، وكذلك يفعل في المعوذتين، فهل هذا جائز؟ أم أن عمله مع أن عمله هذا يضايق كثيرا من المصلين ويزيد من كراهيتهم له، وهو لا يصلي في المسجد سوى صلاة الفجر والجمعة؟ الذكر بعد الصلاة حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كل مسلم يذكر الله بما ورد بمفرده من غير أن يكون هناك ذكر جماعي، أو إنسان يأتي بالذكر وغيره يرددون وراءه، هذا كله من البدع، وإنما يؤتى بالأذكار المشروعة بعد الصلوات حسب الأفراد، كل إنسان يأتي بذلك لنفسه غير مرتبط بالآخرين. ورفع الصوت بالذكر من المصلين بعد السلام هذا من السنة، لكن من غير قصد دعاء جماعي، أو أن واحدا يدعو والبقية يستمعون أو يؤمنون، هذا كله من البدع. نعم.